بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. يقول آية الله السيد أحمد النجفي: عندما يصل عملك وسعيك إلى سد يمنع من تحقيق ما تريد، ما عليك إلا أن تقول يا علي، عند ذلك يتولد الفرج والسرور فورا ببركة اسم الإمام علي عليه السلام. آية الله السيد عبد الكريم الكشميري قدست روحه الزكية يقول: ما مررت بمشكلة في حياتي أو أردت قضاء حاجة مهمة وضرورية لدي إلا وقلت 5 مرات: نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، فكل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي، وأكرر كلمة يا علي 100 مرة فيكون المجموع 500 مرة يا علي، فلا أرجع إلى البيت إلا وحاجتي مقضية والسرور قد عم في قلبي. إذن هذه من مجربات علمائنا الأعلام دائما وأبدا، اعمل عليها وأينما كنت نادي يا علي إذا رأيت أن حاجتك وصلت إلى طريق مسدود. أي حاجة في حياتك أو إن اليأس قد دب في قلبك لأنك ترى أن حاجتك هذه لا تقضى أبدا وصلت إلى طريق مغلق مسدود، فما عليك إلا أن تنادي يا علي. فكما قال السيد: عندما يصل عملك وسعيك إلى سد يمنع من تحقيق ما تريد، قل يا علي، عند ذلك يتولد الفرج والسرور في قلبك. جرب ولا تشك، برنامج صباحات العية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.